اصبري يا اماني لما اسخن الاكل واكرم يجي. لو انا جعانه هموت من الجوع. ايه يا اماني؟ اللي يشوفك النهارده ما شفتيش امبارح، ايه اللي حصل؟ ما فيش يا بابا، عادي عادي يعني. ازيك يا ميسة؟ ياه والله زمان. عايز مني ايه يا صلاح؟ ابدا، وحشتيني، كنت عايز اشوفك. صلاح، انا دلوقتي ست متجوزه وعلى ذمه راجل، وبعدين اللي كان بيني وبينك انتهى من زمان. ما اعتقدش انه انتهى، والا ما كنتش جيتي. انت اتصلت بيا ليه يا صلاح؟ عاوز اسالك سؤال واحد بس وتمشي على طول. اتفضل. انت سعيده في حياتك مع جوزك؟ نعم. سعيده في حياتك مع عدلي؟ طبعا سعيده. ايه السؤال اللي انت بتساله ده؟ ممكن سؤال كمان؟ سؤال ايه؟ انت اللي خدت المستندات من مكتبي واديتها لعدلي؟ ميسا، انا مستني اجابتك. انت اللي خدت المستندات. بقى انت متصل بيا وجايبني لحد هنا عشان تسالني الاسئله الغبيه دي؟ لا طبعا. امال كنت عايز تقابلني ليه؟ عشان بجد وحشتيني، كان نفسي اشوفك. عن اذنك. ميسا. دي تليفوناتي. الموبايل وتليفون الارض. لو احتجت أي حاجة، أي حاجة، كلميني على طول. وباسمحي لي من وقت للتاني أتصل أطمن عليك. أنا ماشية. اتفضل يا عدلي بيه. ويلا يا اخوانا، واقفين عندكم تعملوا ايه؟ اتفضل يا زين بيه. لا والله، ده انت اللي جايب المصلحه. ابدا، ليديز فيرست. دي معاك حق برضه. ازيك يا حربي؟ ازيك يا نعيم بيه؟ باشا، ده
لما تكلم سعادته تقول له يا نعيم باشا. عدلي مفيش داعي للحاجات دي خالص. حرب ده معرفة قديمة، يعني مفيش بينا ألقاب، مش كده يا حربي؟ نشوفه يا باشا، نشوفه. أنت بقى، أيوة أنت، الريه اللي فوق رصة نقطة، صح؟ صح. واضح من شكلك يا زين إنك زي ما قالوا لي عليك بالظبط، عصبي وعنيد ومعتز بنفسك ودماغك ناشفه، بس انا اعصب واعند واكثر اعتزازا وانجب، مش كده ولا ايه يا عدلي؟ تحبوا نقعد هنا ولا نقعد بره في الجنينه في الهواء احسن؟ يبقى نقعد بره، اصل انا بيني وبينكم بتخنق من القعده بين الاربع حيطان. روشا ايوه يا باشا، خليهم يجهزوا لنا الحاجه ويطلعوها لنا على بره. امرك يا باشا. يلا بسرعه. اتفضلوا يا ساتر. ايه رايكم يا جماعه في القعده هنا؟ تمام يا باشا، تمام. مش كده احسن؟ انا ما بحبش اقعد جوه، جوه خنقه. قول لي يا عدلي. خنقه يا باشا، يا خنقه بعقلي يا باشا. حط يا ابني. ايوه. تمام تمام. سيادتك تأمرني بأي حاجة؟ شكرا يا عثمان. إيه يا جماعة؟ ده مش للفرجة، ده للأكل. الله، دي لقمة بسيطة كده على مقاسهم عشان يبقى عيش وملح. يلا يلا مدوا إيديكم. بسم الله. كنافة؟ لا يا باشا ماليش في الحلو. حلو؟ ده انت اللي حلو. دي مش كنافه يا زين، ده سوشي يا باشا. ولا كنافه ولا سوزي، كفايه اللي حصل المره اللي فاتت. حصل ايه يا راجل؟ يا عم انسى اللي حصل وركز في سوزي. بيقول على السوشي سوزي، مش كده؟ صاحبك ده يا حرمي ظريف قوي. يا باشا احنا جايين لسعادتك ومدين ايدينا بالخير. يعني لو في نية الغدر بلاش احسن يا باشا، خصوصا ان احنا مأمنين نفسنا كويس قوي. مأمنين نفسكوا ده ايه وغدر ده ايه؟ لا عيب الكلام ده زين. ده انا جايبكم النهارده عشان نقعد مع بعض ونتكلم ويبقى في بينا عيش وملح من غير لا غدر ولا خيانه، وعشان اثبت لكم حسن نيتي. رشا يلا. ده المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه، وفيه شوية كمان عشان تجيبوا عربية بدل اللي اتحرقت. مش كفاية يا باشا. مش كفاية ده ايه يا حبيبي؟ مش احنا اتفقنا ان انتوا هتاخدوا نصيب رشوان؟ ما هو ده فعلا نصيب رشوان، وفيه شوية كمان. يا باشا انا ما بتكلمش على الفلوس، فلوس ايه وبتاع ايه؟ انا بتكلم يا باشا على الغدر اللي حصل وارواحنا اللي كانت هتروح في ابو نكلة. في دي عندك حق، فعلا حصل غدر، بس انا عايزكم تبقوا مطمنين على الاخر، لان اللي غدر بيكوا ده خد جزاءه فعلا، وكان عقابه قاسي جدا، لانه ما غدرش بيكوا لوحدكم، ده غدر بيا انا كمان، وانا اللي يغدر بيا يا ويله. طب وايه اللي اضمن لها يا باشا ان الغدر ده مش هيتكرر تاني؟ كلمتي. ايه كلمتي مش كفايه ولا ايه؟ لا يا باشا ازاي، كلمتك على عيننا وراسنا من فوق، واحنا متاكدين طالما سعادتك اديت كلمه ان كله هينفذها ويمشي وراها يعني، بس احنا لا مؤاخذه يعني كنا عايزين نعرف راسنا من رجلينا، نعرف نظامنا هيبقى مع سعادتك ازاي في الفتره اللي جايه. ده كلام عملي، وانا طول عمري احب الكلام العملي، بس مش ناكل الاول بعد كده نقعد براحتنا نتكلم ونظبط امورنا ولا ايه؟ ماشي يا باشا. جرايه يا روشا، انت مش واخده بالك ان ضيوفك قاعدين مكسوفين؟ يلا شوف شغلك. حاضر يا باشا.
اتفضل يا استاذي. لا انا هاخد من البقسماط ده. بقسماط. اتفضل يا استاذ حربي. من يد من عدمها مدام رشا. مش مدام برضو؟ أنسة. مش قلت لك يا زين؟ أنسة احسن برضو.